أزمة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد أصبحت مشكلة أزلية بسبب الارتفاع غير الطبيعي بأعداد السيارات وغياب التخطيط العمراني. ووزارة الإسكان والإعمار تعمل على التقليل من حدة الأزمة عبر تنفيذ مشروع الطريق السريع دورة يوسفية. مصطفى علوش والتفاصيل. لا خروج من أزمة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد منذ العام 2003 وحتى الآن، لتشكل ظاهرة سيئة تعيق الحركة اليومية بمختلف الاتجاهات والصعد. غياب التخطيط والتغيير العمراني أو إجراء توسعة في الشوارع هي أبرز الأسباب التي فاقمت من هذه الأزمة. مشروع الطريق السريع دورة يوسفية والذي تشرف على إنجازه وزارة الإعمار والإسكان هو أحد المشاريع الواعدة التي ستخفف من الزخم في الشوارع إذا ما توفرت له السيولة المادية لإنجازه في الوقت المحدد، حيث سيجنب المئات من سائقي المركبات الدخول في مراكز المدن ويكون مسار وسط بين العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. تقوم وزارة الإعمار والإسكان بتنفيذ مشروع طريق المرور السريع الدورة يوسفية. هذا الشريان الحيوي الذي يربط بغداد بالوسط والجنوب سيكون من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذ في هذا العام، وعلى أمل الإنجاز إن شاء الله العام المقبل. مثل ما تعرفون حجم الزخم المروري الكثير الموجود على بغداد اللي يجي عن طريق المحمودية وعن طريق الجنوب مرورا بعلوة الرشيد، واللي يؤدي إلى حدوث الكثير من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى كثرة تعطيل السيارات والازدحامات وغيرها. ويتضمن مشروع دورة يوسفية للمرور السريع والذي جاء لتقليل الزخم المروري على الطرق القديمة الموجودة في العاصمة مسارات متعددة ذهابا وأيابا استخدمت فيه أهم المعايير الفنية لتلائم المواصفات العالمية للطرق الخارجية. طريق بطول 13.5 كيلومتر، يتكون هذا الطريق من ثلاث مسارات، كل مسار ب 3 أمتار و 75 سنتيمتر، وبممرين ذهاب وإياب، كل ممر 15.5 متر، يفصل بينهما جزرة وسطية بعرض 10 متر. وهذا الطريق يربط امتداد طريق الطابقين، جسر الطابقين، وصولا إلى الطريق الدولي للمرور السريع. الطريق نفذ بمواصفات طرق المرور السريعة اللي تختلف عن مواصفات الطرق الاعتيادية، من حيث الأعمال الترابية نسبة الحدل تكون عالية، نسبة الحصى الخابط أيضا تكون بدرجات حدل عالية 95%. كذلك طرق المرور السريع تنفذ بثلاث طبقات. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع والذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن أكثر من 40%، قرابة 150 مليار دينار عراقي. تسلمت الجهات المنفذة له الدفعات الأولى فيما يكون موعد إكماله في مطلع آب من العام المقبل. وبعد أن وصل هذا المشروع إلى مراحل متقدمة يعول على إنجازه بشكل كامل ليتسنى تخفيف الزخم في شوارع العاصمة. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.